هاند بول وصلنا الى كاس عالم الباسكت نفس الكلام السنه اللي فاتت، كسبت البال وصلت كاس عالم فرقه الفولي نفس الكلام فرقه القدم. فانت النجاح، انا فاكر يا كابتن اسلام كنت قاعد هنا في المكان ده من اول ما الاهلي تعاقد مع ديفيد ديفيز وقلت لحضرتك الكلام ده، قلت لك الاهلي لما تعاقد مع ديفيد ديفيز ما كانش التعاقد هباء. الراجل ده وقلت لحضرتك ساعتها انا متذكر من افضل المديرين الفنيين اللي الاهلي لما استقص لا وبيقدر يبني اجيال يا كابتن اسلام، ما استثمر المواهب حتى اللعيبه الكبيره كانت موجوده، قال لي يعني مش هينفع ببابني جيل وعندي كابتن فرقه مثلا عنده كام سنه وعندي الراجل شغال بسيستم واسلوب معين. فانا عايز طبعا اشكر الكابتن خالد عوض. الكابتن خالد عوض نجح عشان هو موجود على الارض مع الناس، نجح عشان هو عارف مطالب الفرق كلها حقيقي. شغال يمكن في ال 24 ساعه حوالي 16 17 ساعه، ما بيسيبش حاجه للظروف. فده يعني يحسب لمجلس اداره الاختيار من افضل القرارات اللي اتخذت. اختيار المجلس ليه؟ لانه وانت بتختار عندك النموذج، لمن لا يعرف خلي بالك استاذ عصام في هذا الامر عندما تختار، ما انا ممكن اختار استاذ عصام شلتوت او اختار محمد ابو علي، ولكن الاختيار يجب ان بعد الاختيار على طول لازم ابقى اختار طبعا. ما هو لازم اقف وراك، ما ده اللي لسه كنت عايز اكمله. بس يا استاذ عصام لا انا عشان ما انساهاش اللي هي فكره، وانت اخترت لمن لا يعرف خالد العوضي لم يكن خارج النادي حتى وهو اهلاوي طبعاً. ثم لا. الكل نتاج انه كان عنده دور قبل الدور بتاع المدير النشاط الرياضي. ده انا جبت كمان خالد خريج العوضي المدرسه، جبت خالد العوضي وشفت الخطه او البلان اللي حاطه او الاحتياجات بتاعه الفرق وابتديت انفذ له الكلام ده كله، ما دخلتش عليه باي حاجه بالظبط. أيوة. وابتديت اشوف كل جهاز فني حتى لما فرقه الباسكت وقعت شويه، الاجتماع اللي حصل بين كابتن خطيب وجوستي بوش لو حضرتك تفتكر يا كابتن، وعدل المسار بالظبط. الفرقه كان الكيرف ابتدى يقع وخسرنا من الاتحاد السوبر، وكانت الدنيا يعني ماشيه مش احسن حاجه، بعديها الدنيا اتغيرت للاحسن. ف ان انت تقف في ظهر الفرق بتاعتك أيوة. النشاط الرياضي، ان انت تشتغل على مستوى الالعاب كلها بما فيها كره القدم، ده انا يعتبر نجاح كبيره جدا طبعا جدا طبعاً. جدا ولكن في الظروف اللي انت فيها دي يعني امر اعجازي. ولكن انت دايما والله في كانت هناك مطالبات يا جماعه يعني طب نقلل طب نعمل، يقول لك لا 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 جمهور الجمهور. كابتن اسلام انت تخيل الاهلي مغلوب، الاهلي مغلوب من الزمالك في كره القدم، تاني يوم عنده الزمالك فولي بول سوبر الافريقي المؤهل لكاس العالم اليد الهاند بول. قلت بولي انا عشان ماتش بكره النهائي دماغي شغاله تعدله بقى. لا لا ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. والناس يا ريت تبقى موجوده بكره، واللي يعني ندعو الجميع للتواجد في صاله النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم الكل ينتظر بالفان اي دي يا كابتن اسلام، والدعوات ان شاء الله الاهلي موفر دعوات على الباب الرئيسي على البوابه الرئيسيه لمشاهده حضرتك هتروح تتفرج على مباشرة على مباراة النادي الأهلي في نهائي البطولة الإفريقية لكرة الطائرة هتتمتع والله. ولو يعني مش رايح عندنا في القناة زاعين الفاينل إن شاء الله. لا ممكن تمسك برضو التليفون تتفرج على القناة وانت وعايز كمان الجمهور في الملعب. فكنت أقصد يا كابتن اسلام كنت أقصد بقى الملاعب المقفولة دي، الصالة دي متعة، اللي متعود على الصلاة وحضور في الصلاة. رحت كم مرة الصلاة كده؟ لا متعة مختلفة شيء كمان. رائع يعني شيء رائع. فتخيل يا كابتن اسلام كنت اتغلبت في ماتش الهاند بول ده وانت مغلوب قبليها ب 24 ساعة في كرة القدم، وده كان عامل ازاي؟ لو انت ما عندكش المدرب قوي قطعة في النادي الاهلي برضه بالظبط. لا انا قصدي لو انت ما عندكش السكواد ده وما عندكش المدرب القوي ده كان الموضوع اختلف. يعني زي ما بيقولوا كده ماتشين ورا بعض، المنافس التقليدي او القطب الثاني، فكانت الموضوع يبقى صعب. فكون انت تكسب السوبر ده عارف هدى والسوبر اللي يوديك فين؟ كاس عالم. انا بقول لك بطوله يعني انا بشوف ان البطوله دي هي بطوله كاس العالم، دي السوبر جلوب دي اهم من كل البطولات دي طبعا.